بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الاسبق فاليري جيسكار ديستان واعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق مشيدا بدور الرئيس الراحل وجهوده في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في المجالات كافة راجياً جلالته له الرحمة ولاسرته وذويه جميل الصبر